هلي 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 سود العقل في ضد شاديش هلي هلي طيب المطر طبع الدراويش. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقره التي تتحدث عن الزي العربي. اذا احبتي المشاهدين تابعونا لمعرفه تفاصيل اكثر عن تاريخ هذا الزي واهميه هذا الزي العربي بالنسبه للمواطن العراقي بشكل عام. اذا رافقونا. طيب المطر طبع الدراويش ليلهم قهوه قهوه في نادي ديارهم هيل هيل ورياحي الزي العربي كما معروف هو زي قديم منذ العصور القديمة. بالنسبة للعقال أو العباء على الرغم من دخول السلع المستوردة من سوريا ولا كانت من السعودية، إلا أنه إحنا في بلدنا يفضل الصنعة اليدوية وخصوصا المحلية على المستوى المدني وعلى المستوى المحلي. دخل أن العبد جاهزة اللي تجينا من سوريا والخياطه اللي تجينا خياطه ماكينه احنا نسميها عندنا، على الرغم من دخول هذا بشكل مو طبيعي للعراق وخصوصا لبغداد، الا انه قدر احنا بقينا على اصولنا وجذورنا. يعني انا والدي خيط من 82 العبي والعقل. الخيط هذا اللي تشوفونه انتم الخياط هذا نوعين، عفوا ثلاث نوعيات، الفرنسي الاولى والفرنسي الثاني والياباني. هذا الفرنسي الاولى والفرنسي الثاني والياباني من يعني شلون اقول بالثمانينات، فوق الثمانينات، السبعينات، الستينات، زين كان الخياط هذا يخيطون به. هذا الخيط الفرنسي متكون مطلب مي الفضه. زين بعد 30 سنه انت من راح تلبسه هذا الخيط الفرنسي؟ من ورا ما يعتقد توديه للصواغ، زين يحرقوه ويسوي لك اياه محبسين فضه. قبل كانوا هن يخيطون خياط اسمه هيله حياوي، هذا الهيله ما مزرف نفس هسه. الشياب يلبسونه وهن يلبسونه. تدخل الموديل وتطورت الشغلات وتطور الموديلات زين والاحجام، فصار استعدنا خياطه باثنين وخياطه بثلاثه بالنسبه للبوليستر. العقار يتكون من البطن مالته اللي هو تكون الصوف، زين والصوف يجينا قلت لك احنا من الخارج معاملنا كله بفتل هنا بالعراق. واما الشكل الخارجي فهو يتكون من المرعز، خيط المرعز، نعم الالماني او التركي او الانجليزي او السوري. العقال يتكون من اكثر من قياس، يعني ربع وثلث ومحير وخمس ونص، هاي عقال. وكل من هي تجي يعني على الراس وعلى الجسم، احنا نلبس اللباس العقال اللي يريده. الوطن لو بعدوا يصيحوا لو شرقت لو ربت ريحوا صوت الوطن لو بعدوا زي أصيل زي قديم، وأكثر شيء هو كان بالجنوب، وانتقال المواطن العراقي من الجنوب إلى بغداد انتقلت وياه هاي الشغلة. فهسه بالوقت الحاضر اللجوء إلى هذا الزي كلش قوي، يعني تصور حتى الشاب اللي هو عمره 20 سنة بدأ يلبس عقال وخاشية أو عباية، وإضافة إلى أنه الدشداشة بالذات إلها فد طعم خاص، إلها فد أهمية. يعني شوف شاب يلبس دشداشة يروح يحضر عرس، يحضر لا سامح الله فاتحة، شوف الدشداشة أخذت فد حيز كلش كبير، هوية وإرث وتاريخ وتاريخ أجداد. شوف وحتى هي تداخل بين الحوزات، هسه هي بتلبس الصاية والصاية العربية، الدشداشة كذلك. يعني أكو تداخل بين الثقافات الدينية الثقافات الاجتماعية. الزي إلى علاقة بهذا الشيء. الهيل ورياحي